السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وطاب مساءكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليوم عناوين، والذي نطالع من خلاله أبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعربية والعالمية. البداية باستعراض لأبرز عناوين هذه الحلقة. منتخبنا بطلا لكأس الخليج للشباب لأول مرة في تاريخ البطولة. اليوم قص شريط مباريات النسخة الثالثة من دوري عمان تل للمحترفين. وفي كأس ولي العهد السعودي الكبار يعبرون بأريحية إلى ربع النهائي. الزعيم وفهود زعبير في قمة الجولة الثانية من دوري الخليج. الأنظار العالمية تتجه إلى ديربي الغضب بين قطبي مدينة ميلانو. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وكذلك أرحب بضيفي في هذه الحلقة الصحفي بجريدة الشبيبة وليد الخفيف. أهلا وسهلا بك وليد. أهلا بك أخوي. حياك الله في هذا. إذن نبدأ وياكم مشاهدين الكرام مشوار هذه الحلقة باستعراض لأبرز العناوين على الساحة المحلية، حيث توج منتخبنا الوطني للشباب بلقب كأس الخليج 11 للشباب بعد فوزه على المنتخب البحريني بركلات الجزاء الترجيحية 5-3، وذلك على استاد جاسم بن حمد بنادي السد. جريدة عمان عنونت هذا الخبر فكتبت تقول: منتخب الشباب يتوج بطلا لكأس الخليج. فيما كتبت جريدة الوطن عنوانا قالت فيه: شبابنا أبطال. حيث انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، بعد أن تقدم المنتخب البحريني بهدف في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول بواسطة السيد إبراهيم، وتمكن منتخبنا الوطني من معادلة النتيجة في الدقيقة 70 من الشوط الثاني، ولتبتسم بعدها ركلات الترجيح لمصلحة منتخبنا للشباب. إذن تتويج آخر وإنجاز آخر في هذا العام بعد تتويج منتخب ناشئين، وبالأمس تتويج منتخب الشباب بلقب البطولة الخليجية. إذن وليد، تتواصل الفرح بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية على مستوى الفئات السنية، ولأول مرة في تاريخ هذه البطولة منتخبنا يحقق فئة الشباب. وفي المناسبتين كانت بركلات الترجيح اللي ابتسمت للأحمر العماني ليعود أبطال الشباب اليوم إلى ديارين بمسقط حاملين الكأس، ومن المؤكد ان الجماهير الوفيه هتكون في انتظارهم في مطار مسقط الدولي اليوم كي تحتفل بهم وتثمن وتقدر المجهود اللي قاموا به مع الجهاز الفني والاداري وصولا الى اعتلاء منصه التتويج التي سعدنا بها امس في امسيه جميله امتدت من الاسبوع الماضي وصولا لهذا الاسبوع، لدليل على ان الكره العمانيه تمتلك العديد من الخامات والمواهب الجيده القادر على تحقيق الطموح وإسعاد الجماهير شريطة الاهتمام بهذا الملف. فرغم الإعداد الذي لم يكن مثاليا ورغم ظروف المسابقات المحلية لهذه الفئة العمرية التي لم تتيح لهؤلاء اللاعبين الوصول إلى مستويات الخبرة التي وصل إليها منافسيهم، إلا أن المهارة التي يتميز بها منتخبنا والكفاح والإرادة والرغبة كلها أمور حسمت القضية وحسمت المباريات لصالح الأحمر عمان الذي توج عن جدارة. وقد أستطيع أن أصف ما تحقق أمس في الدوحة بالنجاح وليس الإنجاز، أي أنه نجاح أو خطوة في طريق الإنجاز اللي بنأمل أن يتحقق في الميدان الأسيوي القادم. فأمام هذا المنتخب مفترق قادم ومحك أصعب في الوصول الى نهائيات اسيا، ومن ثم الظهور في هذه في النهائيات بشكل مغاير عن ذي قبل، ليعبر ويؤكد بان حصولهم على كاس الخليج لن يكن ضربه حظ ولكن كان نتاج عمل جيد داخل ارضيه الميدان وخارج ارضيه الميدان من جهاز فني استطاع ان يدير المباراه وصولا باللاعبين الى منصه التتويج امس. جميل، اذا نجدد المباركه بالنسبه لمنتخبنا الوطني على التتويج بهذا اللقب. يبدأ المنتخب الوطني الأولمبي في اليوم الثاني من إجازة عيد الأضحى المبارك تجمعه ضمن إطار استعداداته لخوض غمار منافسات بطولة غرب آسيا في العاصمة القطرية الدوحة. عمان عنونت فكتبت تقول: الأولمبي يتجمع ثاني العيد بعناصر من الدوري.
ويلعب منتخبنا مباراته الأولى في 4 أكتوبر أمام المنتخب الإماراتي، فيما يلتقي في المباراة الثانية أمام سوريا يوم 7 أكتوبر. إذن مهمة بتنتظر المنتخب الأولمبي، يبدو أن الضغوط تواصل على المنتخب الأولمبي خاصة بعد تحقيق الألقاب بالنسبة لفئتي الناشئين والشباب. بالتأكيد بات مطالبا هو الآخر بتحقيق الإنجاز أسوة بمنتخبي الشباب والناشئين، ولكن أقدر أقول لك بعيدا عن اللقب وبعيدا عن التحقيق الإنجاز اللي بينشده طبعا حمد العزاني وكتيباته الحمراء، أعتقد بأن بعد خروج المنتخب الأولمبي من التصفيات المؤهلة لنهايات آسيا ومنها التصفيات التبعية إلى ريو دي جانيرو، بات يعني الهدف الأسمى والأكثر أهمية أن يفرز هذا المنتخب عناصر قادرة على الارتداء أو الدفاع عن ألوان الأحمر الأول الذي بات في حاجة ماسة في العديد من المراكز لتجديد الدماء، وباتت دكة البدلاء في حاجة ماسة إلى لاعبين قادرين على صنع الفارق، الامر اللي ظهر جليا في المباريات الماضيه. فامام حمد العزاني بعيدا عن الالقاب وبعيدا عن الاهداف، اعتقد بان امامه هدف وحيد اللي هو الاهم، بانه ينتج لنا اكثر من لاعب يكونوا خيارات جيده للمنتخب الوطني في المرحله القادمه ان شاء الله. نبقى وياكم مشاهدينا الكرام مع اخبار المنتخبات، حيث غادرت فجر اليوم بعثه منتخبنا الوطني للناشئين الى قرغستان للمشاركه في تصفيات كاس اسيا، والتي تقام في الفتره من 16 وحتى 20 من شهر سبتمبر الحالي. عمان كتبت في عناوينها: بطل الخليج يتوجه إلى قرغستان بطموحات آسيوية. بعثة أحمرون الصغير تطير من دبي مباشرة بعد أن لعب نجوم الصغار مبارتين أمام المنتخب الإماراتي، فاز في الأولى 5-3 وخسر في الثانية 0-2. وليد، أيضا بعد المهمة الخليجية تنتظر مهمة آسيوية، وهذا هو الأهم بالنسبة لمنتخبنا الناشئين. أعتقد هو المعيار الأصعب والامتحان الأصعب لمنتخب الناشئين المتوج بلقب البطولة الخليجية، فبات الزمن عليه أن يدافع عن هيبته ولقبه اللي حققه في الخليج، ويؤكد أيضا بأن اللقب أتى من نظير عمل جيد خارج الميدان وداخل الميدان. المجموعه لو نظرت اليها مجموعه ليست سهله، لانها بتضم كرغستان المستضيف، البلد المستضيف، والاردن، وقد يكون النيبال هو الحلقه الاضعف في المجموعه، ولكن المجموعه بيصعد منها بطاقه واحده، بيصعد منها منتخب واحد تحصل على بطاقه تاهل واحده، فالحسابات صعبه. ونتمنى بان يلعب المنتخب الوطني على الفوز في مباراتي في المباراه الاولى حتى يحسم القضيه، لان النيبال سوف يكون الحلقه الاضعف، وقد يكون من الصعب انه يحقق اي نتائج ايجابيه على طرفي المجموعه، فيجب ان نلعب على الفوز وصولا للبطاقه المؤهله للنهائيات ان شاء الله. جميل، اذا كل توفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني في مشاركته في التصفيات الاسيويه. يبدا قطار دور عمان تلي المحترفين مساء اليوم بالتحرك الى المحطه الاولى بعد ان تاخر لشهر اضافي بطلب من الانديه المشاركه. الشبيبه عنونت فكت تقول: 3 مباريات تعلن قص شريط دور عمان تلي للمحترفين بنسخته الثالثة، حيث ينطلق الدوري ب3 مواجهات. النصر يلتقي بالسويق، فيما يلعب النهضة مع المصنعة، أما الوافد والجديد لدورينا نادي مسقط فسيلعب أمام فنجة بطلي السوبر. تنطلق مساء اليوم منافسات دوري المحترفين في نسخته الثالثة بعد مخاض عسير كان يعصف بالمسابقة الأهم بعد الشد والجذب من قبل الأندية التي أجلت انطلاقة الدوري الذي كان مقرر له أن يبدأ في أغسطس الماضي. جريدة عمان عنونت ضمن أوراقها الرياضية فكتبت تقول: دور المحترفين ينطلق اليوم في نسخته الثالثة، 420 لاعبا محترفا بينهم 56 أجنبيا يشاركون في الدوري، وعادت الأمور لنصابها القانوني بعد أن وافق اتحاد الكرة على مطالب الأندية بإعادة الدعم المقدم الذي سيقدمه للأندية، وتم تخفيضه من 7000 ريال عماني إلى 54000 ريال عماني، لكن تم إضافة 60% من عادة التسويق تذهب لخزانة الأندية، ووفق الاتفاق الجديد سيحصل كل ناد على 36000 ريال عماني طوال فترة الدوري بدلا من 45000 ريال عماني سابقا.
يبدأ اليوم قطار دوري المحترفين الكروي عمتل في نسخته الثالثة على الرغم من المحطات المقلقة التي أعلنت عن جاهزية الانطلاقة في بادئ الأمر بعد أن كان مقرر لها في 13 من شهر أغسطس الماضي. صخب دورينا في الأوراق الرياضية لجريدة الوطن، نتابع وإياكم. يبدأ اليوم قطار دوري المحترفين الكروي عمانتيل في نسخته الثالثة على الرغم من المحطات المقلقة التي أعلنت عن جاهزية الانطلاقة في بادئ الأمر بعد أن كان مقررا لها في 13 من شهر أغسطس الماضي، لكن أعمال الصيانة وضبط الأمور جعلت الدوري لا يبشر بالانطلاقة المطمئنة، خاصة بعد الزوبعة التي أحدثتها مباراة السوبر بين العروبة حامل لقبي الدوري والكأس في النسخة الماضية وفنجا وصيف الدوري لتقام تلك المباراة من طرف واحد، وكأننا نعيش في منافسات دوري المظاليم الذي اعتدنا فيه على غياب أحد الطرفين في بعض الأحيان. وبالعودة إلى الدوري الذي ستكون بدايته اليوم وبدعوات كل المتابعين ألا يصطدم مرة أخرى بتطورات جديدة، وكأنه مكتوب عليه في بداية كل موسم بقصة جديدة. ويتوقع كل المتابعين والمهتمين بالدوري بأن النسخة الثالثة هذا الموسم ربما لن تكون مشجعة عما كانت عليه بالتحديد في النسخة الثانية على أقل تقدير، على الرغم أنه لم يتغير شيء وبقي كل شيء على حاله، وأصبحت العناصر الموجودة أو الأسماء ذات صيت بالمنتخب التي باتت تنتقل بين الأندية المحلية فقط، ودون أن يكون هناك أي في رزنامات الدوري بأن نشهد لاعبين يضيف الجديد على الدوري، بل حتى الحوافز التي يجب أن تحصل عليها الأندية بقيت على ما هي عليه، وكأن الاحتراف انطبق على الاسم، وبقيت أنديتنا تعاني من شح الموارد البشرية، وبقي الصراع الفضفاض، كل يطلق شعاراته الرنانة بأنه سيكون الأقوى والأشرس في المنافسة، ويصطدم الواقع بمعطيات تلك الأندية من الموارد المالية. تابعنا وياكم هذا التقرير حول انطلاق دوري عمانتل المحترفين في نسخته الثالثة. إذن الجميع كان ينتظر هذه الانطلاقة بعد الشد وجذب الذي شهد خلال الفترة الماضية، ولكن أخيرا الدوري في معادي بإقامة 3 مباريات. هو الاتحاد عموما فات بمنعطف صعب وصولا للانطلاق اللي هيجرى اليوم إن شاء الله رب العالمين، ونأمل أنه ينطلق بشكل مثالي، ما فيش اي حاجه تعكر الصفو تاني. صحيح. موضوع الدعم كان محل خلاف قائم ما بين الانديه من جهه واتحاد الكره من جهه، خاصه لما تفاجئوا برساله اتحاد الكره انها هيصبح الدعم مشروطا بالعوائد التسويقيه للاتحاد بنسبه 60% الى 40%، الامر اللي اثار حفظه بعض الانديه اللي هم اساسا متعثرين من الموسمين الماضيين بعد المشاركه في دوري المحترفين. حتى اذاب الجليد الاجتماع الاخير اللي اقيم يوم الخميس، واستطاع ان الطرفين يصلوا الى حل وسط، و قبلت الأندية طوعا أو كرها أمر يرجع لهم بقبول مقترح الاتحاد اللي بيقضي بأنه هيسلمهم كل شهر 4000 ريال عماني من التسويق اللي أخده من عمان تل، ودي جملة مهمة جدا، يعني 4000 من 450000 بتوع عمان تل القادمين إليه من شركة عمان تل، يعني بالتالي تبقى هناك شركات اخرى داعمه. ممكن الشركات الاخرى الداعمه للدوري بتقدم دعم عيني فقط وليس دعم نقدي. الشركه الوحيده اللي بتقدم دعم نقدي منذ عام 2010 هي شركه عمان تل فقط، بدات ب 300000 ثاني سنه 300000 و 350000 سنتين، وبعدين
رفعت ثمن الرعايه او قيمه الرعايه الى 450,000 على الموسمين، النسخه الاولى والثانيه والنسخه القادمه. جميل. ان شاء الله رب العالمين. لو نتكلم عن مباريات اليوم التي ستقام، النصر امام السويق، النهضه مع المصنعه، مسقط امام فنجا، هناك مجموعه من المباريات، يمكن مسقط مع فنجا لقاء للذكريات، كذلك النصر بالسويق يعتبر لقاء قمه في هذه الجوله. اعتقد بان مباراه النصر والسويق هي المباراة قد تكون الأهم بالنسبة للفريقين، فنادي السويق ما كانش يأمل أبدا أنه يلاعب النصر في أولى هذه الجولات، لأنه كان بيطمع بأنه يكتسب قدر من الثقة وأنه ما يسافرش إلى النصر اللي مدجج بنجوم وبانتدابات كثيرة في صفوفه، خاصة أن النصر اللي قدم موسم متميز الموسم الماضي وكان قاب قوسين أو أدنى من المنافسة على اللقب، استطاع مبكرا أن يدعم ويعزز صفوفه ببعض العناصر مثل أحمد السيابي وجمعة الجمعي من صور وعديد من أسماء، نصر شملي من العروبة، ونصر شملي من العروبة، لو على الحارس فايز الرشيدي اللي سوف يحمي عرين الملك النصراوي هذا الموسم، كل هذه العناصر منحت النصر مزيدا من القوة. بتيجي للجهة الأخرى نجد أن رجال المدرب المغربي عبد الرزاق خيري يتميزون دائما وكعادتهم وكعادة الكرة السويقية بالكرة الجماعية والكفاح والعطاء طوال 90 دقيقة دون أن يتأثر بغياب لاعب أو غياب لاعبين أو نجم أو نجمين، لا، فدائما وأبدا ما يظهر الفريق كوحدة واحدة، وحافظ على كده المدرب المغربي عبد الرزاق خير. لذا فإن المباراة سوف تكون على صفيح ساخن ما بين لطفي رحيم التونسي و المغربي عبد الرزاق خيري في على العلامة الكاملة. جميل. اللي اتنين مش هيقبلوا بأنصاف الحلول. نيجي للمباراة الأخرى اللي نشوفها لمسقط على عجالة، مسقط الوفد الجديد على الدوري أمام اختبار صعب جدا أمام فنجاء اللي أعتبره كل عناصره دولية، يعني أكنك بتلعب منتخب وطني في كل صفوفه، خط الدفاع محمد المسلمي، أمام في خط الوسط رائد إبراهيم، وعلو على كده خط الهجوم فيه المقبالي وعماد الحسني ومحمد المعشري، فانت بتلعب بمنتخب امام فريق ولكنه ظهر بشكل جيد في كاس مازدا، نجح انه يفوز على نادي صور في كاس مازدا، واستطاع ايضا ان يحصل على تعادل مثير من العروبه في عقر داره، دليل على ان الفريق سوف يقدم عطاء جيد في هذا الموسم تحت قيادته البرتغاليه الجديده، ويتمنى طبعا انه على اقل تقدير هذا الموسم انه يظل في دوري المحترفين اللي هو مكانه الطبيعي. جميل، ونحن ايضا نظل ايضا مع اخبار دوري عمان للمحترفين، حيث شرع الحكام الى الدخول في تحدي جديد تحضيرا لانطلاق دوري عمان للمحترفين الذي يبدا مساء اليوم باقامه ثلاث مباريات. عمان عن وندفة كتبت تقول 36 حكما يبداون جاهزيتهم ويتهبون لضربه البدايه، حيث رصدت عمان الرياضي اراء وانطباعات الحكام حول استعداداتهم لبطولة الدوري وخرج بالحصيلة أدناه. الخبير الفني التحكيمي لاتحاد الكرة عمر بشتاوي قال تحضيراتنا للموسم الجديد بدأت مبكرا من خلال معسكر صلالة الذي أقيم يوم 25 من يوليو الماضي، والذي تضمن إجراءات الرباط الحكام النخبة الذين سيتولون الإشراف على إدارة مباريات الدوري، وعددهم 36 حكما وحكما مساعدا بينهم 14 حكما دوليا. عدوى تأجيل الدوري تصيب الدرجة الأولى، ورفض تغيير نظام المسابقة بتقسيم الفرق إلى مجموعتين والإبقاء على السابق. نتابع إياكم جريدة عمان. بعدما أعلنت رابطة دوري المحترفين البرنامج الزمني لمباراة الدوري الأول للدرجة الأولى لكرة القدم والتي كان من المفترض أن تنطلق يوم الخميس الماضي، تفاجأت الأندية بتغيير موعد الانطلاق إلى الخميس المقبل، وقد يكون ذلك ما أنبثق عنه الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي ما بين الأندية والرابطة ولجنة المسابقات باتحاد الكرة. وحسب المعلومات الواردة من الاتحاد والتي لم يعلن عنها بشكل رسمي، فإنه كان هناك مقترح من بعض الأندية الاثنى عشر التي حضرت الاجتماع حول تغيير نظام المسابقة في الموسم الحالي 2015-2016 على تقسيم الأندية الـ14 المشاركة في الدوري، وهي الرستاق ونزوة والمضيبي والوحدة والكامل والوافي ونادي عمان وأهل سداب ومرباط والطليعة والاتحاد،
بالإضافة إلى الهابطين الموسم الماضي من عمان تل السيب وبوشر والصاعدين من دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي بهلة وجعلان إلى مجموعتين ألف وباء، حيث تتكون كل مجموعة من 7 فرق ويلعب الدوري من دورين ذهابا وإيابا على أن يصعد من كل مجموعة في نهاية الدوري 3 فرق، وبعدها تلعب الفرق 6 الصاعدة بدوري من دورين ذهابا وإيابا على أن يصعد الفريقان الحاصلان على الترتيب الأول والثاني مباشرة إلى دوري عمان تل للمحترفين، والثالث يلعب مباراة ملحق مع الفريق الحاصل على المركز 12 من دوري المحترفين للحصول على فرصة الصعود. إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من اتحاد الكرة، لأن لجنة المسابقات ورابطة دوري المحترفين لم تتلقى الموافقة بالإجماع من قبل جميع الأندية، بالرغم من الملاحظات التي أبدتها أندية عمان والمضيبي والاتحاد ومرباط، ومع ذلك سيبقى نظام المسابقة مثل ما كان عليه في السابق، وهو إقامة الدوري من دورين بنظام المجموعة الواحدة، ومع نهاية الدوري يصعد الأول والثاني لدوري المحترفين، والثالث يلعب مباراة الملحق مع الفريق الحاصل على 12 بدوري المحترفين، وهبوط الفريقين الحاصلين على المركزين 13 و14 للدرجة الثانية. أن يبدو أن عدوى دور المحترفين عدت دوري الدرجة الأولى، العديد من الشدة والجذب جهد أيضا الفترة الماضية حول دور الدرجة الأولى بإقامة نظام المسابقة إلى مجموعتين مع رفض الأندية، مع التأجيل أيضا الذي سينطلق يوم الخميس المقبل. يبدو أن العدوى تنتقل من دور المحترفين إلى دور الدرجة الأولى وقبله مازدا، يعني هو موسم في مجمله متعثر أمام اتحاد الكرة. أقدر أقول لك إن أندية الدور الدرجة الأولى لجأت إلى هذا المقترح اللي اقترحته على اتحاد الكرة يوم الخميس الماضي في الاجتماع اللي جمعهم مع رئيس الاتحاد والرابطة، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيعيشوها والعثرات المالية اللي تعرضوا لها الموسم الماضي. فوجود مجموعتين على أساس الموقع الجغرافي قد يقلل بعض الشيء من المصروفات اللي بيصرفها النادي طوال الموسم في الذهاب والإياب والإقامة والإعاشة وهذا الأمر، ولكن هذه الطريقة لا يمكن أن تفصح عن البطل الحقيقي أو عن الفريقين المستحقين بالفعل للتأهل إلى الدوري الممتاز، لأن من الممكن أن يصعد أول 3 من المجموعتين وبعد كده يصعد لك، يعني ممكن يصعد الثالث وما يكونش أداؤه جيد طول أداء المجموعة بتاعته، بعد كده يحسن من مستواه أو يحسن من أداؤه ونتائجه في الأدوار النهائية، فتبص تلاقيه في دوري المحترفين. صحيح. فالأمر مش هيعبر لك عن الأكفى أو الأفضل للعبور لدوري المحترفين، وأرى أن المسابقة بتنظيمها الحالي هي الأفضل واللي بتفصح عن الأفضل، ولو أنت عايز تعطيها مزيدا من الإثارة صعد 3 وهبط 3 مباشرة. بدون أي ملحق، صعد 3 وهبط 3 بدون أي ملحق، الأمر هيكون مشتعل ما بين دوري المحترفين ومشتعل في دوري الدرجة الأولى. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى خبر آخر، حيث وصلت إلى مطار مسقط مساء الأمس بعثة نادي الشباب قادمة من محافظة ظفار بعد فوزها بلقب أول بطولة المحترفين للشواطئ، والتي أسدل الستار على منافساتها أمس الأول بعد فوز الشباب على المصنعة في اللقاء الأخير بركلات الجزاء الترجيحية، والتي حسمت لقب البطولة لمصلحة الشباب والذي نقش أول القاب في لعبة كرة القدم الشاطئية الزمن. كتبت تقول: نادي الشباب بطلا لكأس السويني للشواطئ، وكانت البطولة قد اختتمت أمس الأول تحت رعاية المهندس عبد القادر الحداد نائب رئيس بلدية ظفار بحضور عدد من الشخصيات الرياضية ومندوبي الأندية المشاركة في البطولة، والتي تضمنت مباراة تحديد المركزين 3 والرابع بين نادي صحار ونادي النصر، والتي انتهت لمصلحة صحار، وأيضا مباراة نهائية للبطولة والتي حقق فيها فريق الشباب اللقب الأول إثر تغلبه على المصنعة بركلات الترجيح 5-4. عندنا الشباب يحقق أول لقب لهذه البطولة، الأندية الباطنة استحوذت على المراكز 3 الأولى، واعتقد أن البطولة أفرزت مجموعة من اللاعبين ومستوى فني جيد يغلب المنتخب الأول. شوف، عموما كرة القدم الشاطئية بتخطو خطى حسيسة في الطريق الصحيح في السلطنة، كل ما ينقصنا أن احنا ننظم دوري لهذه اللعبة حتى تفصح عن مزيدا من المواهب اللي يمكن انها تمد المنتخب الوطني. البطوله في مجملها كانت بطوله جيده ومثيره، وتم تغطيتها من كافه وسائل الاعلام تغطيه جيده، لانها كان حدث جديد، لاول مره نشوف بطوله شاطئيه فيها هذا الكم من النجوم. ولكن صحيح. كل ما اقترحه التوقيت
ان التوقيت لو في شهر 8 يكون افضل من هذا الشهر، لان خلاص الانديه يعني على باب الالتحاق بدوري او مشاركه في دوري امانتيل للمحترفين. صحيح. فاذا كان في شهر 8 سوف تكون خير فتره اعداد للفرق المشاركه في المسابقه المحليه ان شاء الله. جميل. تنطلق اليوم مسابقه البولينج العاشره للمراه والتي تقيمها وزاره الشؤون الرياضيه ممثله بدائره الرياضه النسائيه في نسختها العاشرة خلال فترة من 13 إلى 16 من سبتمبر الجاري في مركز نادي عمان للبولينج بالخوير. عمان كتبت تحت هذا الخبر عنوانا يقول: طموحات عريضة في انطلاق مسابقة البولينج للفتيات اليوم، حيث تأتي إقامة النسخة العاشرة من هذه المسابقة بعد النجاح في الأعوام التسعة الماضية والتي كان لها صدى الكبير في جذب الفتاة العمانية للمشاركة، حيث أرتأت دائرة الرياضة النسائية استكمال مشوارها لتنظيم هذه المسابقة والتي تهدف إلى زيادة نشر ثقافة لعبة البولينج بين نساء المجتمع نظرا لما تتمتع به هذه اللعبة من الرقي في التعامل مع الكرة. غادرت بعثة منتخبنا الوطني لألعاب القوى للمعاقين للمشاركة في بطولة الخليج الخامسة لألعاب القوى للمعاقين والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال فترة من 10 وحتى 17 من سبتمبر 2015. الزمن كتبت في هذا الموضوع عنوانا يقول: ألعاب القوى يشارك في بطولة الخليج للمعاقين، حيث يضم الوفد كل من محمد الراشدي إداريا ومنصور العنبري مدربا واللاعبين طالب البلوشي ومازن الجهوري وهيثم الدرمكي وإسماعيل الصاغي وسعيد الشريقي. وتقام البطولة تحت مظلة اللجنة البرلمائية الدولية ومن البطولات المؤهلة إلى الألعاب البرلمائية الدولية والتي ستقام في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 2016. إنجاز جديد في عالم الرياضة الآسيوية للسلطنة، وذلك بانتخاب أنيسة بنت إبراهيم الهوتي كرئيسة للجنة الآسيوية للمرأة البرلمائية وكذلك عضو مجلس إدارة بالمكتب التنفيذي للجنة البرلمائية الآسيوية الفترة من 2015 إلى 2018. الوطن كتبت تقول: انتخاب أنيسة الهوتي رئيسا للجنة الآسيوية لرياضة المرأة البرلمائية، منصبين جديدين تم حصلهما للسلطنة من قبل أنيسة الهوتية، وذلك لقاء عملها الجاد وتعاونها مع الدول الشقيقة والصديقة دوليا وحرصها الشديد لتنشيط ورفع مستوى الرياضات البرلمائية ليس فقط في السلطنة والخليج وآسيا إنما في كل دول العالم بتواصلها الدولي وعدم توانيها لتقديم خدماتها وخبرتها الكبيرة في مجال هذه الرياضة المميزة مع اللجنة البرلمائية الدولية والآسيوية وكذلك الاتحادات الدولية للرياضات البرلمائية الخاصة ومتابعتها لتقدم وتجديد اللوائح للتعلم وكسب الخبرة والثقافات. المنتخب الأعذار لا تصنع نجاح، المقال للإعلامي الأستاذ خميس البلو في جريدة الشبيبة. أثار التعادل السلبي لمنتخبنا الوطني مع جوام في الجولة الماضية من التصفيات الآسيوية المزدوجة حالة من الغضب والعتب واللوم على الفريق والمدرب والاتحاد، وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالكتابات والآراء اتجاه هذا المنتخب الذي كان قبل سنوات بسيطة حبيبا لا يمكن مفارقته وجميلا لا يمل من لعبه ومستواه. بل وصل الأمر في مواقع التواصل الاجتماعي هذه المرة إلى التهكم والتنذر على أحوال المنتخب والمدرب وبعض اللاعبين، ووصل الأمر إلى الدعوة لمقاطعة مباريات المنتخب القادمة، وهذه حالة سلبية جدا يتحملها من أوصل الفريق لهذه الزاوية الحرجة. لا تلوم الجماهير، فهي تعرف من هو المنتخب وما هو حجم الجهد الذي بذل سابقا لكي نصل إلى منصات التتويج. لا تلوم الجماهير لأن كل ما تفعله نابع عن حب كبير للأحمر الكبير الذي كان سببا قبل سنوات بسيطة في خروج مسيرات فرح عارمة طافت كل طرقات الوطن، وكان جماهير شريكا حقيقيا في تلك الانتصارات. هذه الجماهير لا تريد أن تعود بالذاكرة إلى السنوات العجاف، وباتت لا تتقبل أي جرح جديد، بل ولا تتقبل أو تتقبل أي اعتذار من الاتحاد أو المسؤولين عن المنتخب، وهي تعرف بأن الدعم الحكومي للاتحاد والمنتخب أصبح بالملايين من الريالات. الحقيقة التي لا جدال فيها أننا في مباراة جوام كنا الطرف الأضعف لأننا لم نسجل رغم إمكانياتنا الفنية الجماعية والفردية، وخسرنا نقطتين في سباق المنافسة،
ولكن رغم كل ذلك لن ننظر للنصف الفارغ من الكأس، فها نحن نملك شهرا كاملا قبل مباراة إيران في مسقط، وهي المواجهة التي ستحدد بعض الخيوط وليس جميعها. الملعب ملعبنا والأرضية تعودنا عليها، ولن يكون هناك سفر طويل، والدوري سيبدأ اليوم واللاعبون سيدخلون في الفورمة والأمور ستكون في أحسن حال، فماذا نحن فاعلون؟ إذن مع هذا المقال وصلنا وياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام جولتنا في الصحافة المحلية. سننتقل وياكم إلى جولة في الصحافة العربية، ولكن بعد الفاصل تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وطاب مساءكم بكل خير. ننتقل وياكم إلى جولة في الصحافة العربية، والتي نبدأها من الصحف السعودية، فقد تحدد مساء أمس السبت إطلاع ربع نهائي مسابقة كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم، حيث تأهلت فرق كل من النصر والاتحاد والأهلي والشباب والاتفاق والخليج والقادسية، فيما ينتظر أن يكمل العقد فريق الهلال أو التعاون. صحيفة الرياض تابعت فعنونا تقول: دربي عاصمي بين النصر والشباب، والذكريات تتجدد بين الأهلي والاتفاق، حيث قاد المهاجم مالي مايجا النصر في أول ظهور رسمي له لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بتسجيل هاتريك في شباك النهضة، ساهم في فوز فريقه بنتيجة ثقيلة بلغت 5 أهداف مقابل هدف ضاربا موعدا مع الليث الشبابي، وتجاوز حمل لقب الأهلي عقبة هجر بعد فوزه 4 أهداف لهدفين ليلاقي الاتفاق المتأهل سلفا. وفي جدة عاد محمد نور ذكريات الزمن الجميل للاتحاديين بعد أن سجل 2 ساهم بهما في وصول الاتحاد للدور المقبل على حساب نجران بعد فوزه 2 هدفين ليواجه الخليج في ربع النهائي. إذن الدور ربع النهائي من هذه البطولة لم يشهد أي مفاجآت، تأهل الكبار وبالنتائج أيضا ثقيلة بالنسبة للنصر والأهلي. هتبدأ الإثارة من الدور القادمة، من دور الثمانية، الدور 16 لم تجد الفرق الكبيرة أي عناء في تجاوز الفرق، مش هقول الفرق الصغيرة، هنقول الفرق المكافحة اللي طموحها كان عبور هذا الدور، ولكن التاريخ والتفوق النوعي حسم القضية إلى صالح الكبار وبسكور كبير للفرق نظرا صحيح. للفرق بينه الدور القادم قد تختفي هذه الفروق قليلا، ويعني مثلا مواجهة الديربي للعاصمة بين النصر والشباب أعتقد أنه لك في الفرق النوعي بين اللاعبين أرضية الميدان فرق ضئيل للغاية، فأرضية الميدان فيها 22 لاعب يعتبروا جيدين ومتقاربين من المستوى، من الصعب أن أنت تقدر تحكم من سوف تكون له الغلبة، خاصة بأن مباراة الديربي خارج يعني لا تحتكم إلى التوقعات ولا تحتكم للمنطق أن الأفضل هو في الفترة اللي قبل كده هو اللي يقدر يفوز، ولكن حالة اللاعبين ووضعهم وتعامل المدربين من خارج الخطوط مع السيناريوهات اللي موجودة سوف تحسم الأمر وسوف تهدي الفريق الأفضل العبور إلى الدور القادم. جميل، بقيت مباراة واحدة لم تلعب للهلال والتعاون، هل سيتخلف الهلال
عن مصاف الكبار في أعتقد لا، يعني أعتقد لا، كل الظروف وكل الهيستوري القديم بتاع الهلال بيقول أنه ما بيتنحاش من هذا الدور أبدا. صحيح. كذلك أنه عطاؤه سواء في من أول السوبر أو نهائي كأس الملك والمواجهات السابقة في الدوري السعودي، ثلاث مواجهات الماضيات قدر أن يفوز فيهم جميعا. فريق بيمر بحالة فنية ومعنوية ونفسية متميزة في ظل استقرار فني ومدرب على أعلى مستوى، كل الظروف مهيئة أمام الهلال أنه يتخطى منافسه بسهولة وأنه يكمل عقد الفرق المتأهلة. جميل. نبقى وياكم مشاهدينا الكرام في السعودية، صحيفة الرياض وفي عمودها اليومي في شباك استعرضت أبرز القضايا والأحداث في الشارع الرياضي السعودي، نتعرف على ما جرت به من خلال هذه القراءة السريعة بالصحيفة. ما زالت القرارات الهزيلة ضد الثلاثية الذي خرج من معسكر المنتخب حديث الشارع الرياضي الذي وصفها بأنها أشبه بالمكافأة. ليس سرا أن هناك أكثر من ناد يرغب في ضم لاعب الوسط الاتفاقي محمد كنو، وعروض هذه الأندية موجودة لدى إدارة نادي، لكن بعض المتعصبين اختزل خروجه من معسكر فريقه من أجل اللاعب لفريق واحد. عندما شددت إدارة المنتخب السعودي على موضوع عدم الخروج من المعسكر، كانت تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على سلامة اللاعبين، خصوصا أن هناك شغبا جماهيريا وتشنجا يعرضهم للخطر، ومع ذلك خالف الثلاثي التعليمات وخرجوا من المعسكر. الذي يدافع عن الخطأ متعصب ومكابر، ضغط على موقفه العاطفة والميول لفريقه المفضل على حساب منتخب الوطن. المتحدث الرسمي باتحاد الكرة علق على خطأ ثلاثي المنتخب وقلل من فداحته، وزاد أن كل منتخبات العالم عرضة لمثل هذه المخالفات. الحديث عن الأجواء الحارة أثرت على لاعب الوسط السويدي نبيل بهوي غير منطقي، فكل المحترفين الأجانب لديهم اطلاع على طبيعة أجواء مناطق المملكة ويتأقلمون معها سريعا. كانت فترة توقف دوري عبد اللطيف جميل الطويلة فرصة للفرق المتعثرة لإعادة ترتيب أوراقها والظهور بمستويات مغايرة بعد الاستئناف الجديد للمسابقة. مشكلة اتحاد الكرة أن وضعه عكس الاتحادات في الدول الأخرى التي لها هيبة وتنطلق قراراتها من قوة، وهي سلطتها فوق سلطة الأندية، فيما أن ما يحدث هنا هو العكس. الضعف والتساهل من قبل اتحاد الكرة تجاه مخالفات سابقة من بعض اللاعبين هو ما شجع على المخالفات الجديدة التي قوبلت بالضعف ذاته، وهو ما يعني ألا يستغرب تكرار ذلك في المستقبل. لمسة وفاء وفكرة جميلة تلك التي أقدمت عليها إدارة هجر بوضع صور نجوم النادي القدامى على تذاكر مواجهة الأهلي. الوقوف مع ناديي الاتحاد والوحدة في أزمتيهما المالية جعل إدارة الطائي تطرق أبواب رعاية الشباب والمطالبة بحل أزمة الديون، وهذا ما يعني أن رعاية الشباب فتحت هذا الباب على نفسها من دون أن تدرك عواقب الأمور. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى قطر، فقد استهل نادي الأحلام العرباوي مشواره في دور النجوم بفوز صعب على الوكرة بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما في استاد حمل الكبير بالنادي العربي. صحيفة الوطن رصدت البداية الناجحة للكتيبة العرباوية لتكتب في عنوانها: العربي يهزم الظروف والوكرة، حيث انتزع العربي فوزا صعبا بخيرة مدربه الجديد الإيطالي جيان فرانكو زولا على حساب الوكرة في المرحلة الأولى بدور نجوم قطر بهدف وحيد بنيران الصديقة سجله العراقي على رحيمة قائد الوكرة خطأ في مرمى فريقه، عندما حاول تشتيت الكرة من أمام مهاجم العربي يوسف أحمد فتابعها داخل المرمى، ولعب العربي بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه الإيراني سيد أشكا. إذن وليد، كان جميع ينتظر عودة العربي في دور نجوم قطر خاصة مع قيادة الإيطالي جيان فرانكو زولا لهذا الفريق. هو ظهور جيد لزولا في أول لقاء رسمي له في مع النادي العربي. أعتقد بأن الفوز 1-0 بنيران صديقة فوز صعب أو فوز هزيل نظرا لتقارب المستوى بين الفريقين، ولكن الجيد في الموضوع للعربي أنه قدر أنه يحافظ على هذا الفوز رغم النقص العددي في صفوفه. جميل.
نبقى وياكم مشاهدين الكرام في قطر، حيث يحتضن ملعب حمد الكمير بالنادي العربي أولى بمواجهات فريق مسامير بدور النجوم القطري، عندما يستضيف نادي السد بقيادة المخضرم تشافي. المباراة تعتبر تاريخية بالنسبة لمسامير لكونها الأولى له في دور الأضواء. صحيفة الراية أبرزت اللقاء فعنونا تقول: السد يبدأ التحدي الكبير بمواجهة مسامير، وتصب الترجيحات في لقاء اليوم في مصلحة فريق السد الأكثر خبرة في البطولة أو في اللعب بالبطولة والأكثر حصولا للبطولات والألقاب في قطر، حيث أنه المرشح الأبرز لتحقيق الانتصار في مواجهة اليوم. ولكن هذا لا يلغي أن فريق مسامير له حضور في المواجهة، ومن المتوقع أن يخطف تشافي هرنانديز الأنظار عندما يخوض أول لقاء رسمي له بعد انضمامه للزعيم السداوي هذا الصيف قادما من برشلونة. إذن وليد، أيضا عناوين مختلفة بالنسبة لهذا اللقاء: أول ظهور لمسامير في دوري نجوم قطر، وكذلك أول ظهور لتشافي هرنانديز في مواجهة رسمية، وبالتالي الجميع ينتظر هذا اللقاء. بالفعل أعتقد بأن المدرج سوف يكون ممتلئ اليوم، وخاصة مدرج السد، عشان يحضروا أول ظهور لتشافي النجم البرشلوني الكبير في صفوف الفريق. أعتقد أيضا من الجهة الأخرى، لو جيت قارنت بين الفريقين من الناحية الفنية أو من ناحية الاستعداد أو من التاريخ، أعتقد بأن الكفة سوف تميل كليا إلى نادي السد المدجج بهذا الموسم بنجوم كبار. مش هيجعله بس أنه هو يفوز هذه المباراة، لا، بل أنه يكون من أحد المرشحين بقوة إلى الحصول على اللقب القطري. لكن دائما الفرق الغامضة ما تكون بالنسبة للفرق الكبيرة لا تكون لغمة سائغة، وبالتالي ستكون مهمة السد صعبة اليوم. أكيد حيكافح بكل قوة أمام هذا، أمام الهجوم الكاسح لتشافي ورفاقه. حتى لو طلعوا بنتيجة التعادل هيعد للفريق فوز كبير على الفريق المدجج بالنجوم، ولكن إلى متى الدفاع أمام فريق يمتلك كل هذه الحلول وكل هذه كل يعني دقة بدلاء فيها نجوم 11 لاعب على في أرضية الميدان كلهم قادرين على الوصول للفارق، في ظل الفريق لسه جاي من الدوري الدرجة الأولى يعني لا يمتلك الخبرة ولا التفنوعي. فكل ما بيعول عليه هو الكفاح والعطاء والتشبث بأمل التعادل حتى اللحظات الأخيرة. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى الإمارات، حيث يحل الزعيم العناوي ضيفا ثقيلا على نظيره الوصل مساء اليوم على ملعب الفهود بزعبيل في لقاء التحدي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور الخليج العربي لكرة القدم. صحيفة البيان سلطت الضوء على اللقاء المرتقب لتخرج بعنوان تقول فيه: الإمبراطور والزعيم التحدي. ويطمح الإمبراطور إلى تكرار مسلسل الفوز بعد تخطيه الجزيرة في الجولة الأولى، ويخطط لعبور الزعيم ليضيف 3 نقاط جديدة، وفي المقابل لن تكون المهمة سهلة أمام العين قياسا على القدرات الكبيرة التي يتمتع بها أصحاب الأرض والذين استهلوا مشوارهم في المنافسة على خير نسق بالفوز على الجزيرة في الجولة الأولى. إذن أيضا لقاء كبير في الإمارات، العين في مواجهة الوصل. أقدر أوصفها أنها مباراة متكافئة، مباراة صعبة للطرفين، مباراة الفرصة الواحدة، مباراة البحث عن الفوز من الطرفين اللي ما بيرضوش أبدا بأنصاف الحلول. الفريق الإمبراطور أو الزعيم يخوض المباراة منتشيا بفوز على الجزيرة، وده فوز مش سهل، بيرفع من معنويات لاعبيه ودليل على الحالة التدريبية الجيدة للاعبيه أمام العين اللي هو حامل اللقب اللي يواصل الدفاع عن لقبه هذا الموسم بكل قوة. والاحتكام بالأرضية الميدان خلال 90 دقيقة سوف يكون على 90 دقيقة من الأشغال الكروية الشقة أو 90 دقيقة على صفيح ساخن ما بين الإمبراطور والزعيم، وعلى الجماهير أن تستمتع بهذا اللقاء اليوم. جميل. بعد أن قدم مستويات مشرفة، حسرة كبيرة تسود الشارع الرياضي البحريني بعد فقدان اللقب الخليجي للشباب أمام منتخبنا الوطني. صحيفة الأيام البحرينية تابعت النهائي لتكتب في عنوانها: الأحمر الشاب يحل وصيفة لعمان في بطولة الخليج تحت 19 عاما، حيث اكتفى المنتخب البحريني لفئة الشباب لكرة القدم بالمركز الثاني في بطولة الخليج العربي تحت 19 سنة في الدوحة، بعدما خسر المباراة النهائية يوم أمس أمام منتخبنا الوطني العماني بركلات ترجيح 5-3، وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتح السيد إبراهيم علوي باب التسجيل لمصلحة منتخبنا للشباب عند الدقيقة 28 قبل أن يدرك طلال خميس التعادل لعمان عند الدقيقة 70،
وبذلك توج المنتخب العماني نفسه بطلا لكأس الخليج لفئات الشباب. وفي العراق أوقعت قرعة بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما التي سحبت أمس السبت بالعاصمة القطرية الدوحة منتخب العراق الأولمبي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وأوزبكستان واليمن. صحيفة المدى تابعت القرعة فكتبت في عنوانها: الأولمبي يصطدم بكوريا الجنوبية وأوزبكستان واليمن. وقال المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة كامل صغير للمدى أن المجموعة التي وقع فيها سود الرافدين تعد قوية نظرا لوجود منتخبي أوزبكستان وكوريا الجنوبية اللذين يعدان مرشحين ساخنين للتنافس على حجز إحدى البطاقات الثلاث المؤهلة إلى المنارة الآسيوية إلى مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 قياسا ببقية المجموعات الثلاث الأخرى، والتي ضمت الأولى منتخبات قطر البلد المنظم للبطولة وسوريا وإيران والصين، فيما جاءت منتخبات السعودية واليابان وكوريا الشمالية وتايلاند في المجموعة الثانية، وأوقعت منتخبات الأردن وأستراليا والإمارات وفيتنام بالمجموعة الرابعة. وإلى مصر، فقد اقتنص الأهلي صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على الملعب المالي بهدف دون رد على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي. صحيفة المصرية اليوم غطت المواجهة فعنونت تقول: عمرو جمال يقود الأهلي لعبور الملعب المالي بهدف بالكونفدرالية، حيث سجل هدف الفوز للأهلي عمرو جمال في الدقيقة 75، وبهذا الفوز تصدر الأهلي المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن نجم الساحلي التونسي صاحب المركز الثاني بنفس عدد نقاط، وتأهل سويا للمربع الذهبي. وأضاع لاعبو الأهلي العديد من الكرات وخاصة عن طريق الجنوبي الجابوني ماليك إيفونا الذي كاد يسجل في أكثر من نقطة، ولكن القائم وحارس الملعب حرمه من زيارة الشباك. إذن تأهل الأهلاوي إلى المربع الذهبي، ولكن تبدو أن أخبار غير سارة بالنسبة للزملكاويين. بالتأكيد احنا كمصريين بين الاهلي والزمالك تتعرف طار كبير والغريم التقليدي، ولكن نامل ان الطرفين يمضي قدما، المهم ان حد فيهم يوصل للمباراه النهائيه. ولكن لو جيت رجعت لمباراه الاهلي والملعب المالي امس، فالاهلي لم يجد اي عناء في تخطي الملعب المالي، كان مسيطر من اول من بدايه اللقاء، ولكنه انتظر حتى الدقيقة 75 حتى أحرز عمرو جمال الهدف الأول، وأضاع قبله الأهلي كثير من الفرص السهلة لتعود إلى الأنانية وعدم التنسيق ما بين المهاجمين وكده. ولكن في الأخير استطاع الأهلي أن يحسم الأمر، فهو كان صعوده محسوم، ولكن الفوز أهداها البطاقة الأولى. لم يعد الحوار بين منتخبي مصر ونيجيريا في الجولة المقبلة لتصفيات المجموعة السابعة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مقصورا على حدود الفريقين، بل دخل على الخط مدربون من المنتخبات الأخرى ليدلوا برأيهم لصالح النسور الخضر أملا في تخطي الفراعنة، وذلك في الوقت الذي برزت فيه وسائل الإعلام تصريحات المدير الفني هيكتور كوبر حول جاهزية الفريق للقاء المرتقب وتفاؤله بقدرة اللاعبين على خطف تذكرة التأهل. تفاصيل أكثر نقرأها لكم من صحيفة الهرام المصرية. اعترف المدير الفني لمنتخب النيجر فرانسوا زاهوي الفرنسي بأن النسور تحتاج لبذل المزيد من الجهد لتخطي عقبة المصريين، مشيرا إلى أن الموقف الحالي يرجح كفتهم نحو السفر إلى الجابون. وأضاف المدرب الفرنسي الذي خسر فريقه وديا أمام نيجيريا بهدفين للا شيء أنه لكي يكون أمينا لابد من الاعتراف بأن الإطاحة بمنتخب الفراعنة يساوي صعود جبل عملاق، لأنه يتمتع بخبرة كبيرة، مشيرا إلى أن النسور يجب عليهم بذل جهد كبير حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقة التأهل، لا سيما في ظل تحفز الفراعنة وهو ما تكشف عنه نتائجهم حتى الآن، ورغبتهم الجارفة في تعويض إخفاقهم خلال النسخ الثلاث السابقة. وحول تقييمه للجيل الحالي لمنتخب نيجيريا، قال زاهوي إن المدير الفني الجديد يسعى لبناء فريق جديد يكون فخرا للجماهير، ولكن الأمر يلزمه الوقت حتى ينضج هؤلاء، وأنه لا ينكر مدى الاستفادة التي تحققت لفريقه من وراء المباراة الودية بينهما.
في الوقت نفسه أبرزت وسائل الإعلام النيجيرية تصريحات كوبر بشأن فرص بصرة في الحصول على تذكرة السفر إلى نهائيات الجابون، حيث أشار المدير الفني الأرجنتيني إلى أن لقاء الفريقين في مارس المقبل سيضع النقاط على الحروف حول مستقبل الصعود إلى النهائيات، وأن الانتصار الكبير على تشاد كان مجرد خطوة صغيرة في المشوار الطويل والصعب. ننتقل وياكم مشاهدين الكرام إلى جولة في الصحافة العالمية، والتي نبدأها من بريطانيا، فقد تمكن مانشستر يونايتد من حسم قمة الجولة الخامسة من الدور الإنجليزي بتفوقه على ضيفه ليفربول بثلاث أهداف مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت على ملعب أولد ترافولد. صحيفة ديلي ميل البريطانية أشادت بالقادم جديد الشياطين أنتوني مارشال لتكتب في عنوانها فن مارشال، وأشارت صحيفة بهدف مارشال صفقة الصيف الخرافية التي راوغ واخترق بطريقة رائعة وسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 86 ليحسم نقاط الثلاث لمصلحة اليونايتد ويمكنه من احتلال المركز الثاني مؤقتا بعشر نقاط، فيما قبع ليفربول من المركز التاسع وله سبع نقاط فقط. وبهذا الانتصار احتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد عشر نقاط، فيما احتل ليفربول المركز التاسع بسبع نقاط. لأن مانشستر يتفوق على ليفربول، الكل كان يتحدث عن المواجهة ولكن كان ينتظر صفقة الصيف ب 50 مليون لأنتوني مارشال. صفقة الصيف اللي قصر النقد لفنخال حولها، صحيح. يبدو أن فنخال كان على صواب وأثبت اللاعب الجديد من أول ظهور له مع الفريق مارشال بأنه نجم قادم سوف يكون له كلمته في البريمير ليج في هذه الفترة القادمة. أعتقد بأن ما تغير في فريق مان يونايتد هو الحرية التي منحها فان غال للاعبيه، فالتقيد بالتكتيك الكثير المثقل في الجولتين الماضيتين أو الثلاث جولات الماضية كان السبب في الأداء الرتيب لفريق الشياطين الحمر، ولكن عندما تحرر الفريق وبدت المهام والواجبات ليست بهذا الشكل المثقل فيما سبق استطاع الفريق أن يؤدي مباراة جيدة، وساعده على ذلك أن ليفربول يمر بحالة ضبابية من المستوى، ما تعرفش إن كان مستواه جيد مستواه متواضع مستواه يعني في المباراة نفسها بيمر بعدة ظروف، أوقات تتبع أنه مستواه جيد وأوقات مباشرة على طول تحس أنه متراجع جدا، فأداؤه أصفه به الضبابي. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى إسبانيا، حيث قاد البديل الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز على مضيفي أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف على استاد فيسنتي كالديرون بالعاصمة الإسبانية مدريد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم. صحيفة سبورت أشارت بالبرغوث الأرجنتيني لتكتب في عنوانها الأبو السوبر، وقلب ميسي وفريقه الكتالوني الطاولة على أصحاب الأرض المدريديين الذين تقدموا بهدف عبر الإسباني فرناندو توريس النينو قبل أن يدرك البرازيلي نيمار التعادل لبرشلونة، فيما تمكن البديل ميسي من إنهاء صيامه عن تهديف بهدف أول له في الليغا وثاني لفريقه. وعنونت سبورت قائلة الأب السوبر إشارة إلى ميسي الذي لعب 30 دقيقة تمكن من خلالها من تسجيل هدف الفوز وأهداه لمولوده ماثيو، كما تحدثت عن إصابة فيرمايلن وأشارت إلى أنه سيغيب ثلاثة أسابيع. نبقى في إسبانيا، حيث تغنى صحيفة ماركا الإسبانية في غلافها الصادر اليوم بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تدوينه الخماسية قاد بها النادي الملكي لضرب إسبانيول بسداسية نظيفة، لتخرج صحيفة بعنوان قالت فيه كريستيانو بلا حدود، حيث أصبح نجم النادي الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف التاريخي لريال مدريد بعد توقيع على خماسية في شباك إسبانيول في اللقاء الذي جرى بينهما على أرضية ملعب كورنيلا البراد ببرشلونة. وحطم كريستيانو رونالدو رقم راؤول غونزاليس في الليغا بعد تمكنه من تسجيل 229 هدفا في 203 مباريات مقابل 228 هدفا لراؤول في 550 لقاء، ليتربع على عرش الهدافين التاريخيين للنادي الملكي. تابعنا هذه الأخبار من الصحف الإسبانية، كل صحيفة غطت حسب ميولها
تحدثت عن ميسي وتسجيله أول هدف في الدوري وهداه إلى ابنه ماثيو، وكذلك الصحيفة المدريدية تحدثت عن خماسية كريستيانو بالأمس. تعرف أن ماركا ميولها مدريدية. صحيح. 30 دقيقة كانت كفيلة أن يقلب ميسي الطاولة على سيميوني وكتيبته. 30 دقيقة فقط أمام لاعب بمثل هذه الإمكانيات قادرة أن تحول كل مجريات الأمور. 30 دقيقة منحت إكسير الحياة لنيمار وسواريز اللي كانوا معطلين قبل نزول هذا النجم الموهوب. كل الأمور أمام سيميوني تغيرت، وتغيرت محاور القصة والسيناريو والحكاية بنزول ميسي اللي كان صداع في رأس سيميوني لم يجد الدواء المعالج له حتى زار شباكه، وللمرة الخامسة على التوالي يفوز بنفس النتيجة 2-1 ويقضي على أمال سيميوني وكتيبته من تحقيق فوز على البرشلونيين. جميل. هذا الحديث بالنسبة لميسي اللي سجل هدف واحد، لكن بالنسبة لكريستيانو 5 أهداف في مرمى إسبانيول. كريستيانو بات اللقب الفتى الذهبي، يعني استطاع أن يجذب أن يأخذ اللقب من بول جونزاليس بعد أن أحرز 230 هدف في الليغا الأسبانية، فبعد صيام طويل عن التهديف عاد وفجر جام غضبي في شباك إسبانيول بخماسية. حتى الهدف السادس اللي أحرزه كريم بنزيما كان من تمريرة سحرية. صحيح. من النجم الدون البرتغالي اللي تألق أمس وكان فوق العادة، وأعتقد بأن أمامه متسع من الوقت لأنه يتخطى رقم رؤول جونزاليس بكتير جدا، لأنه ما زال قادرا على العطاء لسنوات طويلة إن شاء الله. جميل. ننتقل وإياكم إلى إيطاليا، حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتحديدا اللقاء الذي يجمع إنتر ميلان مع جاره ميلان في ديربي الغضب كما يحلى لعشاقه تسميته. لاجازيتا ديلو سبورت سلطت الضوء على اللقاء المرتقب في عنوان تقول: الديربي الفائق ورقات رابحة في السان سيرو، وتتجه الأنظار إلى ديربي الغضب لأن الفريقين سيسعيان هذا الموسم إلى استعادة حضورهما والمنافسة على اللقب بعد أن حققا مركزين لا يليقان بهما في وسط ترتيب الموسم الماضي، قبل أن تعرج الصحيفة إلى تعثر نادي السيد العجوز بعد أن وصل بطل الثنائية المحلية في إيطاليا نزيف النقاط بعد أن صرف فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعبه مع ضيفه كيفو فيرونا، ليحصل الفريق نقطته الأولى هذا الموسم بينما يرتفع رصيد كيفو إلى 7 نقاط. إذن ديربي الغضب في مساء هذا اليوم. ديربي الغضب منذ 2010 حتى اللحظة لا يستحق هذا المسمى. حتى صنف من الديربيات الضعيفة من 2010 إلى هذا التاريخ، لأنه كان ديربي فقد للإثارة اللي كان عليها قبل كده، الأمر اللي كان بسببه أو يعود بسببه إلى العثرات المالية الطاحنة اللي مرت بها الأندية الإيطالية واللي أدت إلى رحيل معظم النجوم عن الفريقين عدا فريق السيد العجوز اللي احتفظ بكيانه وبقدراته المالية اللي منحته القدرة على تحقيق اللقب لخمس مسابقات متتالية. أعتقد بأن اليوم أو ديربي اليوم مختلف عن ديربيات الأمس. ليه؟ لأنه سبقت في فترة الانتقالات حالة غير عادية أو حالة استثنائية في صفوف الفريقين. صحيح. كل فريق سعى تعزيز صفوفه بصفقات وانتدابات كثيرة بقدرات مالية كبيرة وميزانية مفتوحة، فأعتقد بأن كل النجوم اللي احتجدت في الفريقين الغريمين التقليديين سوف يحاول أن يثبت جدارتهما اليوم وأن يعيد درب الغضب إلى ما كان عليه، لأن وجود الفريقين في منتصف الدوري ومنتصف جدول الترتيب الموسم الماضي لا يليق أبدا باسمهم الكبير. فأعتقد بأن درب الغضب اليوم قد يكون غضب بالفعل نظرا لما يضموه من لاعبين قادرين على انه يكون ديربي مثير يسعد جماهيره ويليق باسم المدينه مدينه ميلان العريقه لمحب الكره. ان شاء الله مساء هذا اليوم اذا كان ديربي غضب او ديربي هدوء في كل الاحوال. نصل واياكم مشاهدينا الكرام الى عدسه الصحه.
مع هذه الصور وصلنا وياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقة اليوم لبرنامج عناوين. نتوجه بالشكر إلى ضيفي في هذه الحلقة الصحفي بجرية الشبيبة وليد الخفيف. شكرا لك وليد. شكرا لك. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع المقبل. سعدت لكم. والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا خلال هذه الساعة. نلتقي إن شاء الله غدا في نفس الموعد. تقبلوا تحيات فريق العمل. إلى اللقاء.